مفاجأة. إن شاء الله. أستاذ يوسف، كانت يعني من ضمن الأسئلة خلال وصول المخترعين للرياض يوم الأحد، كان في سؤال مهم يعني كثير من الناس تسأله، يقولون لك موهبة، وش الدعم اللي قدمته لهالأطفال، عفوا لهالطلاب والطالبات والموهوبين رغم صغر عمرهم، أنهم يعني صاروا رياديين في تخصصات يعني سبقوا كثير من غيرهم ونظرائهم في التخصصات والأبحاث اللي قدموها والاختراعات والابتكارات، وش قدمت موهبة، دعم، تحفيز؟ صحيح، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أن مؤسسة موهبة لا تعمل لوحدها، تعمل بالشراكة مع شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ومن خلالها تجري عدد من المسابقات المحلية بهدف اكتشاف الموهوبين من أبنائنا وبناتنا. بعد ذلك يلتحق هؤلاء الموهوبون برحلة نحو الأولمبياد من خلال عدد من الملتقيات والمعسكرات المحلية والخارجية التي تستضيفها الجهات المتعاونة، وأهمها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود، وأيضا الهيئة الملكية بالجبيل وينبع. من خلالها يتلقى الموهوبون ساعات تزيد عن 3000 ساعة تدريبية، يتدربون على المادة العلمية، وأيضا يخوضون معسكرات عملية حتى يصبحوا جاهزين ومؤهلين لتمثيل المملكة العربية السعودية. الآن يعني سابقا كانت المملكة تشارك فقط، يعني تشارك من أجل الحضور في البدايات. الآن المملكة العربية السعودية تشارك كمنافس، تستحوذ على الميداليات، على الجوائز. رأينا ذلك في الآيسف، وشاهدنا أيضا في الأولمبياد الآسيوي للرياضيات عندما حقق الطلاب العدد الأكبر من الجوائز. نعم، يعني أستاذ يوسف، يعني إحنا متأكدين أنه خلف هذا الإنجاز المهم والملهم جنود مجندة، في كواليس، في متاعب، في مصاعب. كل ما كبرت الخطوة، كل ما اتسعت، كل ما كبر الطموح، كثرت المصاعب والمطبات والعقبات. يعني ودنا نتكلم عن أبرز المصاعب اللي مريتوا فيها حتى وصلنا لهذا الإنجاز العالمي. صحيح، هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بجهود كبيرة جدا. تبدأ أخي الكريم بالتخطيط، تبدأ من مرحلة الاكتشاف، وهي المرحلة الأصعب حقيقة، المرحلة الاكتشاف، لأن حريصين أنه تصل المسابقات وينتشر الوعي حتى نصل إلى كل موهوب وموهوبة على أرض الوطن. احنا نثق تماما أن كل مناطق المملكة مليئة بالموهوبين، نتمنى أن نصل إلى أكبر شريحة، يمكن هذه الصعوبة الأكبر. لكن ما شاهدناه ولمسناه في هذا الأسبوع من حفاوة وتكريم واستضافة يعني في السوشيال ميديا، في القنوات، هذا يعطي حافز وأيضا يزيد من النشر الوعي لأبنائنا وبناتنا، ويحفزهم للمشاركة في مثل هذه المسابقات العالمية. يعني شعور رائع شاهدنا أبنائنا وهم يتوجون، يعني ما في أجمل من أنك تتوشح بالعالم السعودي وتتوج بإنجاز عالمي. التجمع ظاهرة عالمية يشارك فيها أقوى وأعتى الفرق العالمية، 75 دولة تشارك. نعم نعم، وكذلك حتى في الأولمبيادات الدولية ترى يعني نوعية المادة العلمية اللي تقدم للطلاب والأسئلة المتقدمة تلامس مهارات التفكير العليا. وعلى فكرة أستاذ يوسف، ولا أقاطعك، يعني الكثير أو مو الكثير، البعض ما يعلم مدى شراسة هذه المنافسة اللي كانت في آيسف 2022. طبعا كل الاعتزاز والفخر بما قدموه أبنائنا الطلاب. شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف الشهراني، مشرف تعليمي بمؤسسة موهبة، شكرا جزيلا لكم.